إحباطكم وإفقاركم لأولئك النازحون من شدة الجفاف الذي ضرب المنطقة لمدة ما يقارب 5-6 سنوات، وهؤلاء النازحون قد نزحوا من مسافة ما يقارب 400 كيلو من هنا، كانوا معهم عن مواشيهم، هلكت المواشي في الطريق وللأسف شديد، ثم جاءوا هنا وتراهم يعيشون في بيوت عبارة عن بلاستيك وأكواخ صغيرة، في حاجة إلى ماء، في حاجة إلى طعام، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، لا ماء لا طعام. جزاكم الله خير، نفذنا مشروعكم المبارك إفطار الصائم، فشكرا لبيت زكاة وشكرا لجمعية دولة الكويت دولة الخير، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم وتقبل الله صالح أعمالكم، وهؤلاء أيضا في حاجة إلى مزيد من الإغاثة وإلى مزيد من الإعانة. والأسر المستفيدة حاليا هم تقريبا 180 أسرة ويحتاجون، هذا طبعا سيكفيهم لمدة 20 أو 25 يوم، يحتاجون إلى مزيد من الطعام وإلى مزيد من الإغاثة وإلى مزيد من سقي الماء. جزا الله المتبرعين وأهل الخير، فهنيئا لكم، وأيضا هيا لمزيد من الإعانة والصدقة، مبارك الله.